هي بشارة، هي زينة، هي دعوة، هي سعادة. أتدرون ما هي يا عباد الله؟ إنهم الأولاد الذكور والإناث، أقسم الله عز وجل بهم في كتابه فقال: ووالد وما ولد. أقسم بالوالدين وبما ينجبون من الذرية، فلا بد أن نكون على قدر هذا القسم وعلى قدر هذه المسؤولية. لا ينبغي أن نكون أو أن تكون أرحام تدفع وأرض تبلع، لا تربية ولا سلوك ولا قدوة ولا شيء. لما اشتد بالعقم في زكريا عليه السلام رفع يديه في المحراب: كاف ها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك. فكانت رحمة هذه الذرية، وكانت رحمة هذه الأولاد، وكانت رحمة هذه الأبناء. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. الله أكبر. كانت هبة ربانية أيها المباركون